قال النائب عن الديمقراطية الكردستاني في مجلس النواب العراقي محمى خليل إن النازحين في المخيمات يعيشون بين مطرقة البرد القارس وسندان تصفية الحسابات السياسية والجماعات المسلحة. وطلب محمى خليل في مؤتمر صحفي عقد في محافظة دهوك، طلب رئيس الوزراء الاتحادي إلى عقد جلسة طارئة للحل والتصويت على قرار إنهاء هذا الملف. نطلب من دولة رئيس الوزراء بانعقاد جلسة طارئة لمجلس الوزراء وإصدار قرارات مهمة حيوية يتعلق بالنازحين العراقيين بصورة عامة والسنجارين بصورة خاصة، لأن السنجارين وأخوتكم اليزيديين عانوا معاناة كبيرة. ثم تخصيص مبالغ مالية من ميزانية الطوارئ لتوفير لوجستيات ومستلزمات للحياة الرغيد وللعيش للنازحين في المخيمات في هذه الظروف الجوية والبرد والثلوج في مخيم سردشت في سنجار ومخيمات اقليم كردستان. نحذو ونطالب ان يحذو حكومة اتحادية حذوت حكومة اقليم كردستان ومؤسسة بارزاني خالد ذهب بشكل طوارئ إلى سنجار لإيصال المساعدات مشكورا. كما نطالب أيضا أن تكون هنالك زيارة لدولة رئيس الوزراء وحكومة التصريف الأعمال بمعيته ومعه المقيمين والمعنيين على ملف النازحين حتى يشاهد بأم عينه ماذا يجري بحياة النازحين في هذا المنطقة.